السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سوسو كيتشن. معكم صباح. هذا الفيديو تتمة ديال الفيديو الجزء الأول والجزء الثاني من تهيئ الصالون المغربي هنا في أمريكا. غادي نخلي لكم رابط الفيديو الجزء الأول والجزء الثاني تحت هذا الفيديو بالنسبة للمشاهدين اللي ما شافوش. من بعد ما شفنا كيفاش صايبنا السدادر بالمساعدة ديال الزوج ديالي والأخ ديالو، وشفنا كيفاش جبنا البونج. بالمناسبة بغيت نهضر لكم شوية على الميكا ديال السدادر. كنتو كتار اللي نصحتوني باش نحيدها، فأنا حيدتها، وإن شاء الله سدادر غادي نخيط لهم غشاوات فحل اللي عندنا في المغرب باش نحافظ عليهم. شكرا على تفاعلكم، عطيتوني نصائح هامة. كيف نتوما كتعلموا مني فأنا بدوري كنتعلم منكم. عايزة نشوف وحدات طويلة على الآخر. زين، احنا نجروها باش نشوفو. واو، اوكي. دي باينز اللون. دي از بيرفكت اكشلي. دي از سكيورت. اوكي، وحدة قصيرة، وحدة جات هي هذيك، وهادو طوال. شوفوا الخياطة، شي قصير شي طويل. هاد المرسو جا وداك، هاد المرسو قصير وهادو طوال، لي جوج الوسطانيين طوال. دونك غادي نحيدو هاد، سي دوماج ما جاتش، والخياطه ماشي هي هذيك كيف ما انا كنت باغيه. دابا غادي نحاول نلصقو هاد، يلا ما يكونوش حتى هما غالطين في القياس. اوكي، حيدنا دوك جوج الوسطانيين اللي في الوسط، وخلينا خلينا هادي، لكن واخا هكاك وحدة قصيرة وحدة طويلة. شوفوا الخياطة كيفاش دايرة هانتوما. شوفوا هاد الدوبل، هانت ها حيت مدوبلة. شوفوا هادي فين هابطة حتى لهنا، وهادي مدوبلة هاهي طالعة الفوق. بغيت نشير فقط بأن الخياطة كانت دارت في المغرب. هادي خياطة ماشي هي هاديك. اوكي، بس نشلا شو راهو بس ثينكس تو او ماي جاد. اوكي، بي بروبيان بي ادي okay, so wir das die Länge auf die Ecke machen. Ich habe einen Film hier gemacht. اوكي البنات، كما كتشوفوا هنايا عندنا جوج قصار وهنايا جوج طوال. انا كنظن بان هادوك الطوال يمكن كيجيو هنايا بجوج، والقصار كيجيو في القنت. اشنو رايكم؟ قولوا لي عافاك رايكم. المهم انا غادي نحاول ندير هادوك الطوال كما قلت لكم في هنا في الوسط، وغندير القصار هنايا ونشوف شنو غادي يعطينا. درنا هادو اللي قصار الوسط، وهادو اللي طوال، هادي وهادي درناهم في القنت. اوكي البنات، ها هما دابا بدينا لصقناهم. تقولوا لي رايكم في هذا اللون؟ بالنسبه للمخاد، انا حاليا بصدد خياطه ثوب ابيض خفيف للمخاد باش نعاود نخويهم ونعمرهم في هذا الثوب الابيض، وعاد نخشيهم في المخاد كيف ما نصحتوني باش يجيوني ساهلين ملي نبغي نصبنهم. وشكرا بزاف على النصائح ديالكم. كانز كروس، خدي كبيرة عيشة، مرسو كبير هاك، حنا نبقاو نلعبو هنايا. هزي مرسو كبير، لا ماشي كاع كبير بزاف، هاكا بجوج يدين. يلا خشي يدي صغيرين. هزي شعرك من هادشي، يلا دخلي هنايا. First one. أول مخدة. وخصنا نديرو 10 من هاد المخاد كاملين، غنديرهم بحال هكا ونعمرهم بهاد لاواط. خصني
ندير هذوك القنت، كان خصني ندير دوك المخاد اللي كيجيو في القنت، نقدر نديرهم ان شاء الله المره الجايه. البنات غنوريكم بالنسبه لهادو اللي درت هنا في القنت، هي في الحقيقه هادو خصهم يطلعوا شويه، خصهم يطلعوا شويه هنايا حيت ما بغيتش نتقبل الحيط باش ندير لهم الضو. فالزوج ديالي اقترح عليا هادو تاغني، هادو كيكونوا كيتباعوا في وول ماركت بالنسبه للبنات اللي عايشين هنا في امريكا. هادو دارهم لداخل وكيخدموا بالتليكوموند، سميتهم ال اي دي. الى عقلتوا في الفيديوهات السابقه كنت خديت هاد المصابيح من مدينه مراكش. اوكي زكس نورمال. سو دي مان زيت استاس ماغنيت يا ماغنيت ذس كومت ميت ان ذا باكينغ. يا ذا باكينغ. اوكي هاد الماغنيت كتجي معاها في الباكينغ. ذا ماغنيت از هيتشن كتلصق هنايا، وهاد الميتال كيلصق هادوك لي لون. انا نحاول نوري لكم الداخل باش تشوف اللي نطلع فوق السداري. ها انتما شتي الميتال لاصق في هاد القصديره، كيخدموا بالتليكوموند كما كتشوفوا فيهم الالوان، كتبرك على الاحمر كيشعل الاحمر، كتبرك على الخضر كيشعل الخضر، اورانج خضر ولا زرق هذاك ما كنجيوش مزيان، هذا اورانج هذا زرق هذا اورانج لا غوز ما نعرف ما تيبانش ليا مزيان. هاني انا نديرها هاكي، ولكن قولي لي لي كولا واخا. هذه حمر بعته، هذه حمر، هذه اورانج، هذه اورانج، هذه اورانج. اوكي ها هو حمر. اوكي وها هو خضر، خضر وها هو ازرق، ها هو ازرق وهو شوية بيربل مدادي 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 هو بيربل وخضر لايت خضر باهت قولي خضر باهت، خضر باهت واو هذا زوين خليه هكاك خليه خضر واخا سيري نوريه زوين. وكاين اورانج. بالنسبة للزربية كان عندنا الاختيار ما بين هادي وهادي، ولكن اختارينا هادي الثانية لأن الأولى كان فيها شوية ديال الأسود وحنا ما عندناش الأسود في اللون في الصالون، فاختارينا هاد الزربية لأنها كتتوالم مع اللون ديال الطلامط. بالنسبه للقنات ديال السدادر اللي قلتوا لي انهم هابطين بصح، وحتى انا لاحظتها حيت الزواقه ما بقاتش كتبان، فانا تكلمت مع الاخ الزوج ديالي وكنتسنى غير يجي باش يصلحهم يهزهم شويه باش تبان الزواقه حيت هو كيعيش في ولايه اخرى. بالنسبه لهاد الطابله كانت عندي دار غير مرميه فدرتها هنايا في هاد القنت، عمرت بها هاد الجانب. نوريكم اللور ديال السداري لان هاد البلاصه ما كانش عندي ما عنديش فيها الحيط فدرت ليها الظهر. اوكي غادي نبدا لكم من هنايا، انا اختاريت ندير هاد اللون البرتقالي. انا حيت الحيط صغير درت هاد الصوره ديال القران الكريم، الحيط صغير هنايا الحيط حيت شويه كبير درت الصوره اكبر منه شويه. هاد الصوره ديال الاختزان حتى نلقى ليها البلاصه. هنايا طفيت الضو باش نوريكم المنظر ديال هاد اللامبه المغربيه، يكون الضو ديالها رائع كتعطي منظر واعر. هذا كنت جبته معايا شريته من جامع الفنا، هادو مخدات صغار كنت غير الخشاوات كيف ما كتشوفوا، درت فيهم مخاد صغار كانوا عندي، هادو كنت شريتهم من فاس
شريت غير ثلاثه، كان خصني نشري اكثر ولكن معليش درت وحده هنا وحده هنا باش نعمر هذوك المخاد اللي كيكونوا عندنا حنا هنا في المغرب. كتكون عندنا وحده فوق من وحده، انا ما درتهمش هذوك الجوج اللي كيكون وحده فوق من وحده، كيجي داك الشيء هابط منهم هنايا، كيجي في الحقه منظر زوين، ولكن انا عودتهم بهادو صغار خصني نشري منهم اكثر ان شاء الله. الا مشيت مره اخرى لفاس غادي نحاول نقلب عليهم. هاد المرايات كانوا عندي خليتهم في المكان ديالهم. هادو حتى هما شريتهم من فاس، عندي أربعة لكن درت غير ثلاثة لان الطاولة مازال ما جاتش. هادي طاولة غير مؤقتا، بقى الطاولة الثانية اللي غتوالم الغرفة مازال ما توصلش بها. قولوا لي رايكم فين اللي عجبكم، واش هاد الموديل هذا بصراحه غلا من الريدويات الاخرين اللي شريت من سوق لويزيه ب 500 ريال المترو، هادو شريتهم ب 9000 ريال من القنيطره، هادو غلا من الاخرين. قولوا لي شنو رايكم، واش هادو اولا الاخرين. من بعد اسبوع غيرت شويه الديكور، غادي نوريكم شنو غيرت في الديكور. غيرت هاد الطاوله، الى عقلتو من قبل قلت لكم كانت طاوله واحده اخرى، ها هي حطيتها في هاد الركن، حطيتها هنايا وهنايا. كنت شريت هذا من كراج سيل، بالنسبه للناس اللي كيسكنوا في امريكا كيعرفوا علاش كنهضر، شريته يمكن غير بجوج دولار. هاد التوب الى عقلتو عليه كان شاط عليا من هاد السداري، كان طويل فقطعناه من هنايا الخياط اللي قطعو، وهذا التوب اللي شاط غلفنا به هاد الكرسي وحطينا هنايا. حاجه اخرى اللي تغيرات هي الطاوله، هي تصايبات. بما ان الاخ الزوج ديالي في ولايه اخرى، هو ما عمره ما صايب شي طاوله مغربيه، ف اختار او ابتكر راسو انا غادي نحاول نعري الطاوله باش نوريها لكم. عاديه ما فيها لا زواق لا والو، حاول يدير ليها هاد الزواقات لان هادو اوريونتال. ونحاول نوري عليكم الجن كيف ما شفتوا الديمونسيون ديالها او الشكل ديالها، ماشي كاري ولكن ريكتانجل على حسب الدوره ديال الصالون. غطيتها غير بهاد الثوب كان عندي ديجا، ان شاء الله تمشي المغرب ونشري ثوب جديد ديال الطاوله. عندنا اثواب رائعه ديال الطاولات في المغرب. هاد الديكور كنت شريته من هوم جودز، هاد ديال الشمع انا حاولت نخلي فيهم الثمن باش تقدروا تشوفوه. هذا شريته من روس ب 7 دولار، هذا حتى هو في حاله كما كتشوفوا انا حاطه الشمع لداخل. هذا من المغرب طبيعة الحال، وهذه صينيه او ما عرفتش تراي، حتى هي خليت فيها الثمن باش نوريه لكم. 25 دولار من هوم جودز، ثقيله بزاف. المهم حطيت فيها هكا هاد الديكور، ان شاء الله ملي نمشي للمغرب نقدر نلقى شي حاجه اخرى. وفيما كيف ما قلت لكم بالنسبه لهاد لي لومب، هادو ضروري ما غاديش غادي نلقى شي حاجه مغربيه كيف ما شفتوا، شي حاجه فحال هكا. هنا حتى هنايا غادي نلقى نفس لا لومب، خاصها تكون نفس لا لومب هنا وهنا. إذن هذا هو الشكل النهائي ديال الصالون المغربي. هادو الريدويات، هادي لاتيراس. بالنسبة للناس اللي كيشوفوا الفيديوهات ديالي من قبل كيعرفوا هاد لاتيراس اللي في الصيف كنديروا فيها الكرياد. هنا حاولت ندير هكا ديكور مغربي، انتم عارفين هاد المكان.
اذا هذا هو الشكل النهائي وصافي، ما غنعاود نغير حتى حاجه حتى نجيب لي لامب ان شاء الله من المغرب، وحده هنا وحده هنا، وغادي نوريهم لكم. ما تنساوش تقولوا لي الراي ديالكم. شكرا على تعليقاتكم ونصائحكم وارائكم وحتى انتقاداتكم. بغيت نقول لكم انني كندير برايكم طبيعه الحال الا شفتوا على صواب. اما بخصوص اسم الشركه والعنوان اللي خديت من عندهم البونج ديال سدادر هنا في امريكا، راه انا خليته لكم تحت الفيديوهات ثلاثه، تحت الفيديو الاول وتحت الفيديو الثاني وحتى تحت هذا الفيديو الثالث، خليت لكم العنوان وحتى رقم التليفون الشركه. شكرا على المشاهده والى اللقاء.